الارتباك كان، الاخطاء كان، داكشي اللي نبهنا منه داروه بعض اللاعبين، وهذا هذه المساله تتعصبني بزاف، انه تتعاود الخطا بنفس الطريقه وتوريها له في الفيديو وتوريها له في لونترينمون وتيدخل بهذاك مرفوع بهذاك الشكل وتيعاود نفس الاخطاء. هذا الشيء ما يمكنليش نسكت عليه. لكن هناك حوايج اخرين مزيانين. البنما قلتها لكم، البنما ماشي هي الماتش ديال البرتغال لسببين اساسيين، انه البنما فاش لعبات مع البرتغال لعبات في المنطقه ديالها وخلات البرتغال يبادر. اليوم لعبات في المنطقه ديالنا لانها خصها تربح، سينو غتقسم. لي لعبات في المنطقه ديالنا ما كانش خاصنا نديروا دوك الاخطاء، وحنا نصر على اللاعبين انهم ما يلعبوش كره طويله، فلذلك هذاك من الثقه في اللاعبين. لكن تطلق للاسف كيرتبكوا بعض المرات ويعطيو اخطاء مباشره. لكن اهم شيء عموما هو عامل التجربه، كاين في الدقائق الاخرى عرفنا كيفاش نحسموا المباراه بهدوء، لانه واحد الوقت تتبغي تلعب على الجول افيراج، شويه تتبغي تلعب على الجمهور باش تعطيه فرصه، واحد الوقت تولي لعب غير على التاهيل. ملي الامور يعني تزيرات بهذاك الشكل، فاحنا غيرنا من الطريقه ديالنا وبدينا نديرو تغييرات لاعب بلاعب، وشفتوا انه استطعنا في الاخر نفوزوا بهدوء. هشام، الان جوج انتصارات يعني ضمنتوا التاهيل، الان واش المرتبه الاولى ولا الثانيه، وكيفاش كتفكروا في الخصوم المقبله؟ دابا حنا تنفكروا من دابا بدينا نفكروا في المباراه الثالثه، الجول افيراج بصالحهم، يعني التعادل في صالحهم. حنا غادي نحاولوا ندبروا امورنا، غنشوفوا النتائج ديال المجموعات الاخرين باش نعرفوا راسنا كيفاش غادي نلعبوا في هذيك المباراه الثالثه ان شاء الله. وتنظن هي المحك الحقيقي اللي غادي تبين لينا هاد الدراري واش جاهزين للمنافسه بشكل اكبر. الانتقال الى مدينه اخرى ما كياثرش عليكم؟ كنشوفوا ان يمكن الثاني والثالث يقدروا يكونوا ينتقلوا بحال ما كانش الاول. ماشي الانتقال ما غاديش يكون مشكل، ولكن الخصم اللي غتلعب معاه هو اللي غادي يكون مشكل. يعني خص فريمون يكون تخطيط في التمون مع من غادي تلعب ومع من تهدر. هذا لا يعني اننا حنا يعني غادي نديروا غنهبطوا يدينا، لكن غادي نحاولوا نلعبوا على المرتبه الاولى ان شاء الله.